مساء الخير. النهاردة هنتكلم عن أهم ناحية من نواحي الفساد في مصر. النهاردة هنتكلم عن فساد القضاء المصري. لكن قبل ما نبتدي أتكلم عن فساد القضاء المصري، عايز أقول حاجة. بعض أصحابي زعلوا مني عشان أنا بحط مثلاً تعليقات على خير أمة أخرجت للناس، وبيقولوا لي إن خير أمة أخرجت للناس دي آية في القرآن الكريم قالها عن المؤمنين، إنكم خير أمة أخرجت للناس. أنا لما بختار كلمة خير أمة أخرجت للناس بختارها كوصف وليست كآية في القرآن. ولما بختار كلمة زي كده مصلحية عائلة محترمة، إنها حقا عائلة محترمة مثلا، أنا بختار وصف بطلقه بشوف هل دول فعلا خير أمة للناس. وفي نفس الوقت أنا ماليش علاقة بالآية الدينية، أنا ما بنقدش دين، ما بنقدش أديان. نقد الأديان ده ليه ناس متخصصين فيه، بروفيشنال في نقد الأديان، معروفين المتخصصين في نقد الأديان، سواء في نقد الدين المسيحي معروفين مين هم، أو في نقد الدين الإسلامي معروفين مين هم. لكن أنا ما بنقدش دينيا، أنا بنقد واقع. أنا ماليش دعوة بالدين، الدين ده علاقة بينك ما بين ربنا. لكن أنا بقول إني القرآن الكريم قال للناس دي هتبقى خير أمة أخرجت للناس. لكن هل فعلا الشعب ده وصل فعلا مشي على كلام القرآن الكريم وبقى فعلا خير أمة أخرجت للناس، ولا خالف تعاليم القرآن وما بقاش خير أمة أخرجت للناس؟ عشان كده النهاردة برضو هنتكلم عن خير أمة أخرجت للناس متمثلة في القضاء. لأن لما بنيجي نتكلم عن خير أمة أخرجت للناس مش طايفة بعينها، دي مجموعات. هل دي فعلا بتعمل بما يرضي ربنا؟ هو خير أمة أخرجت للناس دي إيه؟ مفروض اللي بتعمل اللي بيرضي ربنا. هل الناس دي بترضي ربنا؟ وفي نقطة تانية عايز أثبتها كمان، إن القضاء في مصر بيحط أساس من أسس الإرهاب في مصر. ياه، القضاء بيحط لبنة من لبنات الإرهاب في مصر. أيوة، وهنعرف إزاي. هي منظومة متكاملة، منظومة الإرهاب في مصر دي مؤسسة عميقة، مؤسسة متكاملة. هو إيه الإرهاب؟ الإرهاب هو بس إنك تفجر، هو بس إنك تفجر طيارة أو تفجر مدنيين أو تفجر برج. الإرهاب كتير، إنك ترهب فقط شخص في أفكاره ده إرهاب، إنك ترهب شخص في أكل عيشه ده إرهاب، إنك تخطف أطفال قُصّر ده إرهاب، إن يكون في عصابات إجرامية بتخطف ناس بتطلب تطلب فدية ده إرهاب، إنك تجبر الناس على تغيير دينها ده إرهاب، إنك تهجر ناس من بيوتها ده إرهاب، إنك تقف على منابر الجوامع وتقول اقتلوا النصارى واقتلوا اليهود دول كفرة ده إرهاب، إنك أنت تحارب الإنسان في عقيدته سواء يبقى مسيحي أو مسلم أو حتى ملحد ده إرهاب. أنواع كتيرة من الإرهاب لو عايزين نكتب فيها هنكتب فيها كتب. لكن أنا النهاردة هكتفي إن أنا أتكلم شوية عن القضاء في مصر، لأنها مصيبة المصائب، مصيبة المصائب. في يوم من الأيام، أيام الإخوان المسلمين ما كانوا ماسكين الحكم في مصر، كان في ناس ضد مرسي وناس مع مرسي، القضاة. لما قامت الثورة بتاعت 30 يونيو، اللي مع مرسي قالوا لا ده ظلم، واختصموا القضاء المصري وقالوا ان هم هيرفعوا شكواهم للناتو وحلف الناتو وللقضاء الدولي. ده الاخوان المسلمين
القدام للإخوان المسلمين مرضوش عن بعض الأحكام. في نفس الوقت القضاة ضد الإخوان قالوا لا دول إرهابيين، يبقى هنا في ثغرة. لما نيجي في يوم من الأيام نلاقي إن حزم أبو إسماعيل وجماعته حاطوا المحكمة الدستورية، قال لك لأن كل اللي فيها دول كفرة، وأصروا على إنهم يوقفوا بعض الأحكام القضائية. الله، طب ده القصة واسعة، ده في مسلمين ضد أحكام القضاء، وفي مسلمين بتأيد بعض أحكام القضاء، وفي مسيحيين ضد أحكام القضاء. طب إيه القصة؟ هل القضاء في مصر نظيف؟ هل القضاء في مصر نظيف؟ في أوجه قليلة هو نظيف، لكن في المعظم القضاء في مصر غير نظيف. القضاء في مصر للأسف غير نظيف. هنمسك كده كام حاجة ونناقشها مع بعض بعقل، وتفتحوا لي ذهنكم. نيجي للخصوص. اسم الخصوص ده اللي ما يعرفوش، اكتب اسم الخصوص على النت وهتطلع لك فضايح حصلت في الخصوص. ايه الكارثه اللي حصلت في الخصوص؟ احكي لكم كده ببساطه وحته حته وبالبلدي ونفهمها مع بعض. معهد ازهري، معهد ازهري، جم اتنين مسلمين رسموا على المعهد الازهري الصليب المعقوف. الصليب المعقوف بتاع هتلر، علامة النازية. طبعا اللي رسموا الرسم ده على المعهد الازهري اخوان، عشان كانوا ضد الازهر، فرسموا الصليب المعقوف على المعهد الازهري. مين اللي رسم يا عم؟ اتنين مسلمين اخوان رسموها على ايه يا عم؟ على المعهد الازهري. طبعا شيخ المعهد الازهري يطلع يتخانق معاهم. يتخانق مع مين؟ مع التنين المسلمين. ازاي ترسموا صليب معقوف على الجامع؟ هيضربوا بعض. جارهم واحد اسمه سمير اسكندر، قبطي مسيحي، اخدته المجدعة الكدابة اللي بتاخد الاقباط دايما لما يحس ان هم يعني هيحلوا المشاكل. يا ريته ما اتدخل اساسا، كانوا غاروا في بعض الاثنين. لكن للاسف سمير اسكندر دوت دخل يحجز الخناقه اللي بين الاثنين الاخوان وبين الشيخ اللي هو ناظر المعهد الازهري دوت. يحوش من هنا، يحوش من هنا، يحوش من هنا، يحوش من هنا، ثم تتقلب الدنيا على مين؟ يتدوروا بدل ما كانوا بيتخانقوا مع بعض يتخانقوا مع سمير اسكندر، وينزلوا ضرب فيه. ام اخوات سمير وعيلة سمير جنبهم تيجي تدافع. قوم تخيلوا بقى ان ناظر المعهد الازهري ده الشيخ دوت يطلع يقول الحقوا النصارى بيضربوا في المسلمين. النصارى بيضربوا في المسلمين، زي موضوع رشا مجدي كده في التلفزيون ايام ما سبيرو. يقوم يحصل ايه؟ طبعا ويأتونك من كل فج عميق، دعوة الى الجهاد ضد الكفرة والمشركين. هم طبعا اخوان على غير اخوان، دخلوا على سمير اسكندر وعلى عيلة سمير اسكندر وعلى واضرب واضرب وكسر واقتل. عملوا ايه بقى؟ قتلوا ست مسيحيين. نقول خمسة الاول عشان هقول لكم السادس جت ازاي. ودخلوا هم ودخلوا على الحريم الظاهر، حصل كذا وضربوا يمين شمال وكسروا كلام من دوت، وطلعوا حرقوا ثلاث سيارات لأقباط وأربع صيدليات وثمان بيوت. أثناء الأحداث دي في واحد مسلم مات، ما نعرفش بقى هل مات عن طريق نيران صديقة من المسلمين نفسهم أو الإخوان نفسهم عشان يشعللوا الدنيا ولا إيه. لكن لم يثبت اعتداء قبطي أو قتل من قبطي لدول لشخص. يبقى هنا قتلوا كام؟ الأقباط قتلوا خمسة. قوم في واحد اسمه هلال صابر، يا عيني شاب راجع لا ليه ولا عليه ولا يعرف ايه اللي بيحصل في البلد ولا إيه. ماشي كده هيرجع بيته معدي كده. ايه ده؟ مين ده؟ ما انت تعرفين بقى لما بيحزموا البلد الجماعه المتعصبين دول
مسكوا مين ده يا عم؟ هلال. هلال مين يا عم؟ وريني ايدك كده. بصوا لقوا الصليب، قوم اشتغلوا في عم هلال ضرب بالمطاوي في قلبه وفي صدره، وبعد كده فضوا عليه بنزين وولعوا فيه صاحي، ولعوا فيه صاحي. طبعا الراجل مات. كده بقوا ستة، ستة ماتوا من الأخباط. كفاية كده؟ لا مش كفاية. المسيحيين راحوا يصلوا على شهداء الخصوص في الكاتدرائية في مصر، في الكاتدرائية، وطالعين بالجثث عشان يدفنوها. خلصت القصة؟ لا ما خلصتش. الإخوان يهاجموا الجنازة بتاعت الشهداء ويقتلوا كمان اتنين. شوف الفجر، شوف الفجر والنطاعة والبجاحة في دولة ما فيهاش قانون. يقتلوا كمان اتنين عشان يبقى عدد الموتى 8. البوليس المصري الزنهار كالعادة يخفي الأدلة اللي هي تدين القتلة، يخفي الأدلة اللي ممكن تجيب حق الأقباط، يخفيها تماما. وهم أساتذة، خصوصا إن رئيس مباحث الخصوص في يوم من الأيام سمير اسكندر ده كان عايز يترشح لعضوية مجلس الشعب، فراح عشان يترشح فرئيس المباحث قال له تترشح ليه؟ ما بلاش من الترشيح. قال له ما ترشحش ليه؟ أنا مواطن مصري من حق اترشح. قال له طب انا بقول لك ما تترشحش. قال له لا هسحب الورق وهترشح. قال له طب اسحب الورق وترشح. دي مشكله قديمه بين رئيس المباحث وبين سمير اسكندر. طبعا رئيس المباحث عايز يأدب سمير اسكندر، فاخفى الادله كلها، اخفى الادله كلها. طبعا اخفى ما اخفاش مش قصه ولا تفرق، وحتى لو جاب الادله ولا حاجه هتحصل. ليه؟ احكم بالعدل يا سعادة القاضي. على رأي شادية وريا وسكينة في المسرحية لما قالت له احكم بالعدل يا سعادة القاضي، القاضي حكم بإيه بقى؟ القاضي الهمام بتاع الدولة المؤمنة، بتاع دولة خير أمة أخرجت للناس، حكم ب25 سنة تأبيدة لسمير اسكندر، وحكم على اتنين تاني 25 سنة تأبيدة و 15000 جنيه غرامة، وحكم على اتنين تاني من نفس العيلة كل واحد ب 15 سنة و 10000 جنيه غرامة، وحكم على سبعة كل واحد 5 سنين. طيب والقتلة يا عم القاضي يلي انت بتحكم بالعدل وفاهم العدل؟ قال لك حكم على تلاتة كل واحد 5 سنين، وتلاتة كل واحد 3 سنين، واحد 6 أشهر عشان اتلاف البيوت وحرق البيوت. يا والدم يا عمي، والدم يا بشكوتة، الدم يا بشكوتة ملوش تمن. تمانية ماتوا ملوش تمن. ملوش تمن ليه؟ عشان المادة التانية بتاعت الدستور، المادة التانية بتاعت الدستور اللي بتحتكم للشريعة الإسلامية، اللي الناس لغايه دلوقتي مش عارفه الماده الثانيه يعني ايه. الماده الثانيه يعني المواطن المصري درجه ثانيه، يعني المواطن المصري يتقتل، اللي قتله ما ياخدش اعدام وما ياخدش احكام. الماده الثانيه من الدستور اللي بتخلي القبطي كافر ولا يؤخذ دم مؤمن بدم كافر. طيب دي حقوق مواطنة. المادة الثانية بتنتقص حق المواطنة للمسيح في مصر. الدستور ده محدش يضحك عليكم يقول لكم انه دستور كويس. انتوا عملتوا ثورة، واكتر ناس ماتوا في الثورة المسيحيين الاقباط. وجود المادة الثانية من الدستور في الدستور بتشكل الطائفية والإرهاب جوه مصر. لا موافقة على المادة الثانية للدستور. الأنبابولة بيخشى الحرج، ما يقدرش يقول إن الشريعة الإسلامية تنتقص. لا بتنتقص. الشريعة الإسلامية أساس الظلم في مصر.
لأنها ما بتطبقش صح. عمر بن الخطاب الخليفة أوقف أحكام الشريعة في عام الرمادة لأنه حس أنها لا تسير مع كل زمان ولا توافق كل زمان. ياسر برهامي والمجموعة بتاعت حزب النور عايزة تمشي المادة الثانية من الدستور عشان يبقى الأقباط في مصر في حكم العبيد، تعمل فيهم اللي انت عايزه. الحكم ده بتاع الخصوص عايز يقول ايه؟ الحكم بتاع الخصوص عايز يقول للمسيحي انت تتقتل وتتقتل مراتك، ممكن يدخر على مراتك تغتصب، لكن تحاول تدافع عن نفسك لا، مش من حقك انك انت تدافع عن نفسك. ده حكم الخصوص، حكم قضية الخصوص. عايز القبطي يتقتل وما يدافعش عن نفسه، حتى لو معاك سلاح في بيتك ودخل عليك حرام عايز يسرقك ويغتصب مراتك، لا ما تقتلوش، لان المسلمين هيطلعوا يقتلوا اهلك كلهم، لان الاخوان المسلمين هيقتلوا اهلك كلهم. بلاش نقول المسلمين، طب بلاش نقول حاجه تانية، لان المتعصبين اللي ما عندهمش دم ولا اخلاق ولا دين هيقتلوا كل الاقباط في البلد ويعتقدوا انهم هيخشوا الجنه. ده عندهم ننص، طبعا ده عندهم ننص. نيجي بقى الله، هي بس الحكم ده اللي هيخلينا نقول ان القضاء في مصر فاسد؟ لا، ده فيه حاجات كتير. تعالوا كده لاحداث ماسبيرو. طبعا اللي ما يعرفش احداث ماسبيرو يخش ويشوف احداث ماسبيرو وازاي ان المدرعات دخلت خلصت وفحمت وطحنت المسيحيين في ماسبيرو. مش هقول لكم غير اقل حاجه بس، تخيلوا ان الثلاثه اللي كانوا سايقين المدرعات دي اللي خلصوا على الاقباط في ماسبيرو طلعوا براءه. طب ليه طلعوا براءه؟ عشان هم تابعين للماده الثانيه من الدستور، عشان هم تابعين لماده خير امه اخرجت للناس، عشان هم ما يتاخدوش بدم قبطي. خير امه اخرجت للناس، للي زعلانين، اللي زعلانين احنا يا دوب بنتكلم ما مسكناش قالي وضربنا ومع ذلك عايزين يسكتونا. ما تتكلمش، ما تجيبش سيرتنا، ما تقولش علينا ارهابيين. ده انتوا اساس الارهاب في العالم كله، اساس الارهاب في العالم كله، وما قدمتوش للبشريه غير الارهاب. انسوا، ما تقدمش للبشريه على ايديكم يا متعصبين غير الارهاب. طالعين لي يعملوا لي مظاهره في انجلترا لا لشرب الخمر، لا لشرب الخمر، ما تشربش الخمر، لا لشرب الخمر، ونعم لجهاد النكاح ورضاعة الكبير. مش هما ده اللي عايزين يقولوه؟ ولما تتكلم لا يسكتوك، يسكتوك. تتكلم ازاي؟ ما يصحش انك تتكلم. ماسبيرو خصوص. نخش على قضية جرجس برومي، احكام قضاء برضه. انا بذكر لكم امثله بسيطه، لكن لو عايزين احنا هنقعد للصبح، مش هيكفينا وقت ولا هيكفينا يوتيوب ولا هيكفينا فيديو، لكن بجيب لكم حاجات خفيفه قوي. جرجس برومي شاب على حماره بيبيع فراخ، سنه صغير، مفيش يعني 17 18 سنه ولا حاجه. الشاب ده اتهمته بنت عمرها 12 سنة انه على الطريق السريع هجم عليها على الحمارة بتاعتها واغتصبها على الحمارة على الطريق السريع. يعني هي على الحمار وهو ركب عليها، هي على الحمار اغتصبها على الحمار والحمار ما اتحركش والعربية رايحة وجاية كده عادي. المهم بعد يومين ثلاثة الام تاخد البنت وتروح يشتكوا جرجس برومي ان هو اغتصب بنتهم اللي هي 12 سنة. والغريبة بقى ان الكشف الطبي على جرجس برومي اثبت انه ما بيعرفش. عارفين الصراحة راحة يا روحي وانت ما بتعرفش؟ ما بيعرفش. مش ما بيعرفش عشان ما قراش كتاب سكس ولا حاجة، لا، ما بيعرفش لانه عنده نقص عضوي ما يخليهوش اساسا يقدر يمارس جنس. هي الحكايه ايه اساسا؟ الحكايه ان جرجس برومي اساسا كان بيبيع فراخ
لأم البنت دي، وإن هي عليها فلوس ما دفعتهاش ليه، فهددها إنه هيشتكيها إنها ليها عندها فلوس وهي ما دفعتهاش، فتسكت جرجس باروم إزاي؟ تلبسه حكاية زي كده، تلبسه حكاية زي كده. طبعا جرجس باروم هو في المحكمة وهناك، والطب الشرعي قال إن هو ما بيعرفش، البلد كلها قالت لو طلع بره بره المحكمة هنقتله. طب ليه؟ مع إنه بريء. ما هو كده، هو كده، هو كده. هو أنت عايش وسط ناس؟ هو أنت عايش أساسا وسط بشر؟ يتحكم على جرجس برومي من القاضي ب 15 سنة سجن، هذا الشاب البريء 15 سنة سجن. هو حقه هيروح؟ لا لا، ربنا موجود. إذا كنتوا فاكرين إن حقه هيروح، لا، ربنا موجود. وأي حد بيجي على الغلابة ربنا بيجي عليه وما بيكسبش. بس أنا عايز أقول حاجة، النشطاء الأقباط المحامين الدوليين جوه مصر وبره مصر، سيادة المستشار نجيب جبرائيل، القضايا دي لازم تتداول. سيادة المستشار نجيب جبرائيل، قضية الخصوص دي لازم تترفع لمحاكمة دولية. ما ينفعش تقول هنتقده بس، هنخش نقده بس، لا، الحاجات دي زي جرائم الحرب، دي لازم تترفع في محاكم دولية وتتشاف ويتحقق مع القضاء. بكلم نجيب جبرائيل هنا، لكن بقول للي بره برضو، استاذ مدحت عويضة، استاذ مدحت قلادة، الاستاذ سمير ابو الراي، ديفيد رايت، الناس دي كلها، الناس المسؤولة عن ملف الاقباط، طبعا كتير، مش عايز اقول كمان الدكتور مجدي خليل، الناس دي كلها، ما تسيبوش القضايا دي، القضايا دي لازم تترفع في محاكم دولية. كفاية السكوت كده، وأوروبا اللي هي نايمة صحوها، صحوها على اللي بيحصل في مصر، وصحوها على اللي بيحصل بكرة في أوروبا وفي أمريكا. ده مخطط، ومخطط تنظيمي على مستوى العالم لهدم كيان البشري وتعظيم الكيان الإرهابي على كل دول العالم. مش عايز أقول أكتر من كده، بس القضايا دي ما تتوقفش، القضايا دي ما يتسكتش عليها، القضايا دي لازم تترجم وتتعرض في كل دول العالم وعلى التي في كل دول العالم. كفاية كده جزء النهاردة عن فساد القضاء المصري مع خير أمة أخرجت للناس. وشكرا لكم دكتور وجيه رؤوف.